بنرحب بالنريمان. ازيك يا نريمان؟ ربنا يخليك. الحمد لله، عامله ايه؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبتي، الله يسلمك. قولي لي بقى، احكي لي كده ايه الموضوع ومرض السكر. اتكلميني بقى كده زي ما كنا بنتكلم قبل كده. رجلي بقى لها 15 سنة مفتوحة، جرحة قرحة كبيرة مزمنة فيها، وبتحتاج غيرات كل يوم وعلاج يوماتي، وبقى لها انت فترة بقالك 15 سنة مريض السكر؟ والجرح ما بيقفلش، قرحة كبيرة ما بتقفلش خالص، ما كل ما ناخد علاج، بس قال علاجها ان احنا نغير كل يوم وناخد اربطة ضغط كل يوم، نضغطها جامد، هو ده علاجها، ملاش علاج تاني. طيب النهارده انت عرفتي بقى النهارده الموضوع، مبادرة صناع الخير قدم صحيح، عرفتيها من فين؟ كنت هنا الاسبوع اللي فات في المستشفى هنا، وعرفت اسمعت بيها، وقالوا لي تعالي يوم الثلاث عشان هيبقى في مبادرة هنا النهارده، وجيت عشان خاطر الغيارات بتكلفني جامد، وما انتش قادرة يعني اشتري غيارات. الشنطة دي اللي فيها الأدوية والغيار الجرح هتكفيكي شهر المفروض. بتكفينا شهر ان إن شاء شاء الله الله تيجي الشهر الجاي تستلمي الجديد. بإذن الله، ان شاء الله قالوا لي الشهر الجاي نجي نستلم كل شهر. طيب نريمان، الأدوية اللي موجودة هنا أدوية جديدة ومستحدثة، وإن شاء الله هتخلي الجرح يمكن يلم أكتر، وممكن ما تحتاجيش إنك تغيري كل يوم إن شاء الله يعني. يا رب ان شاء الله، بنتمنى كده ان شاء الله. احنا تعبت والله بقى لي 15 سنه، يعني فتره طويله خالص، يا ريت نتمنى يكون العلاج باذن الله هو المفيد ان شاء الله. لا ان شاء الله يبقى العلاج حلو، بس احنا عايزينك بقى، عشان الدكتور لسه كان بيقول لنا لازم المريض يبقى نفسيته حلوه كده ويضحك، فاضحكي بقى. الحمد لله، والله والله نحمد ربنا، الحمد لله الحمد اضحكي لله بقى كده الحمد عشان لله تخفي بسرعه. الحمد لله، نحمد ربنا على كل شيء، والله الحمد لله، ربنا بيختار لنا الأحسن الأصلح على كل حاجة، الحمد احنا لله. بس عايزين نيجي المره الجايه بقى نلاقيكي زي الفل يا رب يسمح منكم يا رب، نفسي وانا والله ابقى زي الفل، الحمد ان لله شاء الله. الحمد احنا لله. متابعين معاكي والمؤسسه متابعه وكل الناس ربنا يبارك متابعه. لهم ويسترها معاهم يا رب، ربنا يبارك لهم، واقفين جنب المريض وربنا من ظروف المريض عامله ازاي، يعني الحمد لله الحمد لله. السلام عليك يا نور. الله يسلمك يا حبيبتي، الله يسلمك، ربنا يبارك. شكرا. بنرحب بالاستاذ احمد. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. قول لي بقى ايه الموضوع، احكي لي كده رحلتك مع مرض السكر. كان عندي تعويرة صغيرة، أنا السكر عندي بقى 24 سنة، كان عندي تعويرة صغيرة في رجلي وأهملت فيها ما خدتش بالي منها يعني، فبعد فترة كده حصل الدم اتحبس، فروحت عملت عملية تسليك أوعية، فالمفروض إن أنا كان عندي الصابع المفروض إن هو يتشال يعني، فروحت عملت عملية بتر، فحصل تأثر بعد كده وتسوس في العظم، فراحوا شايلين العظمة، فكنت كل يوم بروح أغير على رجلي وبتاع، ففي واحد صاحبي قال لي في ناس مختصة في القدم السكري، فقال لي بقى وصف لي على مستشفى الحسين وقال لي تعالى وهم هيتابعوا معاك. تمام، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. طيب المبادرة النهاردة اللي بتقدمها مؤسسة صناع الخير مع مستشفى الحسين الجامعي، عرفتها ازاي وايه انطباعاتك عنها؟ عرفتها عن طريق ناس صحابي، والناس عرضوا عليا ان انا اروح مستشفى الزهراء، فيها قسم خاص بالقدم السكري، فروحت المستشفى دي، فالمستشفى حولتني على هنا، فلما جيت النهارده بقى هم قالوا لي بقى طريقة العلاج، وادوني شنطة شرحوا لك بقى. وادوني شنطة خاصة باللي هي بالقدم السكري، علاج لرجلي، بدل ما كل يوم اروح اغير على رجلي عند دكتور بمبلغ وقدره يعني. تمام، انت بقى دلوقتي اتعلمت انك تغير على الجرح بنفسك. انا فهمت منهم وان شاء الله باشر مع نفسي يعني. وتابع برضو هنا كمان مع المؤسسة، هم اكيد اخدوا بيانات. رقم تليفوني وخدوا اسمي وقالوا لي في متابعة كل سبت واثنين واربعة. طيب كويس قوي، 3 ايام في الاسبوع. تمام. والشنطة المفروض ان هي بتقضي شهر. تمام، قالوا لي العلاج اللي في الشنطة المفروض ان هو يقضيك طول الشهر، تغير على نفسك كل يوم، ولو في اي حاجة تعالى المستشفى القسم الخاص بيها القدم السكري وهم هيتخذوا اللازم يعني. طيب الحمد لله، يعني حاسس انك كده مطمن اكتر شوية. الحمد لله. طيب احنا عايزينك بقى تخف وتقوم بالسلامة. تشغل ايه الاول؟ موظف البريد. طيب تخف بقى وتقوم بالسلامة، وما تهملش بعد كده تاني في العلاج ولا تهمل في الجرح، وبلدك كلها معاك، المؤسسة، المستشفى، كل الناس معاك. انا عايزة اقولك تاني الحمد لله على سلامتك، وتاني ما تهملش تاني في العلاج. ألف شكر يا فندم.